الخير مشاهدي الصحه والجمال، اهلا بيكم حلقه جديده من قعده دكاتره. من اكتر الحاجات اللي ممكن تتعب اي ام او اب ان هم يحسوا ان طفلهم بيواجه مشكله هم مش قادرين يساعدوه. ده بيكون السبب فيه ان الام والاب ما عندهمش الفكره الكافيه عن ايه المشكله اللي بيواجهها الطفل. معانا النهارده دكتور ولاء عادل، اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور ولاء اخصائي الطب النفسي واستشاري العلاقات الاسريه، اللي هتقول لنا النهارده ازاي نقدر نتعامل مع طفل فرط الحركه وتشتت الانتباه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اخصائي نفسي مش طب نفسي. قبل ما نبدا الحلقه بس احب ارحب كمان بالشيف دعاء الراعي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ عامله لنا ايه النهارده؟ عامله ايه النهارده؟ طب هنبتدي بقى العكس المره دي، هنبتدي بقى بالحادق. طيب، احنا عاملين سمكه على طريقه صحيه معموله سولد بيك، سمكه مخبوزه جوه الفرن جوه الملح. تمام. ومعانا سمكه تانية هنعملها برضو في الفرن مخبوزه بفتات الخبز. فتات الخبز ده برضو مختارين الخبز الصحي اللي هو يكون فيه السن او الشوفان. تمام. ومعانا سلطه جمبري بالمانجو صلصه. تمام. اوكي. جديده دي. دي خلاص. حضرتك كده تحضريها لنا وارجعي لي تاني. تمام ماشي. اوكي. دكتور دعاء اهلا بيكي. دكتور دعاء، من اكتر دكتور ولاء سوري انا اسفه، من اكتر المشاكل اللي بتواجه الاب والام ان هم بيلاقوا طفل شقي قوي، بيعمل تصرفات كتير صعبه وبيتحرك كتير. المشكلة انه غالبا الاهل او كل اللي حواليهم بيبتدي يلومهم انه ده طفل شقي بزيادة، الطفل ده لازم تبتدوا تعاقبوه، تاخدوا معاه اجراءات شوية، انتم مدلعينه. بيبتدوا الناس كلها تلوم عليهم، وده ممكن يوصل الام والاب ان هم يبتدوا يبقوا قاسيين مع الطفل. انا عايزة حضرتك كده في البداية تعرفينا ايه هو تشتت الانتباه وفرط الحركة. طيب مبدئيا انا مش عايزه اتكلم كلام علمي بحت وكلام كبير، لان انا عايزه اكلم مش متخصصين، المتخصصين مش محتاجين كلامي، انا عايزه اكلم الامهات اللي جوه البيت. طفل فرط الحركه، امتى نقدر نقول ان احنا عندنا طفل فرط حركه؟ لما يبدا الولد يظهر عليه تصرفات مش نورمال. عارفه لما تقولي على طفل ده بيمشي على الحيط؟ هو ده. كل حاجة ماسكها، كل حاجة بيلعب فيها، بيجري بشكل مندفع، بيتحرك حركات عشوائية، ما بيكملش المهمة للآخر. يعني لما تديله لعبة يلعبها استحالة يكملها للآخر، عشوائي جدا جدا في تصرفاته. يعني هتلاقيه بيمسك دي ويمسك دي ويمسك دي وكل حاجة سايبها مكانها مش بيعملها. تدخلي معاه مول مثلا او تدخلي معاه سوبر ماركت تلاقيه بيجري في السوبر ماركت مش قادره تسيطري عليه، يوقع الازايز، يمسك مش يشد في ايه. ده بالنسبه للحركه الزايده. بيصاحبه اندفاعيه في كل تصرفاته، ما عندوش صبر على اي حاجه. يعني خليكي انت وباباه بيتكلموا يقطعك في الكلام، يحط ايده على بقك عشان تسمعيه، ما عندوش قدره انه يحترم الدور او يستنى دوره. هتلاقيه بيختلف تماما عن الطفل الشقي النورمال او الطفل الشقي العادي. طب يا دكتور، كنت عايزه اسال حضرتك، يعني طب الحاجات دي كلها ممكن اي ام تبقى فاكره ان دي شقاوه عاديه، يعني اللي حواليها يقولوا لها لا كل الاطفال كده، اصل هو طفل مش مدرك هو بيعمل ايه، عايز يكتشف. يعني دايما بيقولوا للام في السن ده انه ده طفل عايز يكتشف، فهو طبيعي ان هو بيمسك كل حاجه وبيلعب في كل حاجه. بصي، احنا عندنا مرحلة معينة للاكتشاف، بس برضو الطفل النورمال وهو بيكتشف دايما بيبقى عنده سنة شوية بيقدر المخاطر. طفل فرط الحركة ما بيقدرش المخاطر، ما بيخافش المخاطر، يعني هتلاقيه بيتعامل مع الحاجة باندفاعية مبالغ فيها. وده اقدر اقول ان انا عندي طفل فرط حركة مش لما ابدأ انا اشتكي منه في البيت، لا، لما ابدأ انا اشتكي منه في. ورجعتنا لكم تاني مع دكتور ولاء عادل ومشكلة أطفال تشتت الانتباه وفرط الحركة. طيب دكتور ولاء، احنا كنا بنتكلم عن ازاي الأم هتقدر تفرق بين الطفل الشقي والطفل اللي عنده فرط حركة، وحضرتك وضحتي ده بأنه الطفل الشقي هيكون ما بيخافش، يعني عنده برضه حتة إدراك إن هيخاف حتى من زعيق الأم والأب، هيخاف من المخاطر، إنه مثلا يلعب في فيشة، ينط من شباك، الحاجات اللي هما الاثنين بيعملوا كده. بس أنا قلت إن إزاي بقى الأم هتاخد بالها؟ لا، هو الطفل الفرط الحركة لازم يجي لها المشكلة تواجه الطفل في أكتر من بيئة، يعني مش بيئة المنزل بس، لا، بيئة المنزل، بيئة المدرسة، بيئة النادي، في الاجتماعات العائلية، في كل مكان، مش في مكان واحد.
يعني انا ممكن يبقى عندي طفل اوريدي زي الفل في البيت وعنده مشاكل في المدرسه او العكس، أوكي. ما اقدرش احكم عليه ان هو كده طفل اي دي اتش دي او فرط حركه وتشتت في الانتباه. تمام، يعني في المدرسه هيبتدي يعني المدرسين ياخدوا بالهم ان الطفل ده ممكن بيأذي صحابه، ممكن يعني بيتعصب عليهم. اعتقد ان هو كمان يا دكتور ممكن يبتدي يبقى منعزل شويه عشان ردود الافعال حواليه هتخضه شويه، صح؟ ناخدها ستيب باي ستيب. هو احنا الاول بنعرف امتى او يبدا الاعراض دي تظهر من سن قد ايه؟ بصي الام اللي عندها طفل اي دي اتش دي ووارد جدا انها تجيب طفل تاني، ده لان هو في عامل وراثه من الاسباب. الاسباب برضو ممكن يكون الطفل اتعرض لماده الرصاص وهو يعني هو ليها اسباب من والام حامل. ممكن اسباب وراثيه، اسباب والام حامل، اسباب والولد والطفل بعد الولاده او اثناء الولاده، يعني ليها اسباب كتير. لسه ما فيش اجزام بحاجه معينه او حاجه ثابته. تمام. طيب احنا امتى بقى نبدا نقول او نشخص بشكل علمي ان الطفل ده فعلا اي دي اتش دي، او نبدا نتوجه للطبيب او الاخصائي عشان اشخص الطفل ده؟ الاعراض بتبدا تظهر لو شديده من 3 سنين واحيانا قبل 3 سنين كمان، اوكي. بس انا اقدر اجزم امتى؟ على دخول المدرسه عشان اقدر اختبر البيئات المختلفه زي ما قلت لك. الاعراض بتظهر من عمر 3 لغايه 12 سنه. اوكي، من اول 3 سنين لغايه 12 الام سنة. هتبتدي تلاحظ على الطفل ان هو يعني يا دكتور ممكن افهم كده من حضرتك انه الطفل في سن صغير يعني من سن سنه لثلاث سنين هو طبيعي انه يكون شقي بزياده ومش مدرك فعلا للمشاكل، بس من بعد 3 سنين هو فعلا بيكون خلاص الطفل مفروض انه بقى ذكي كفايه، بقى بيسمع كلام الام، بيخاف شويه لما الام تعاقب او تزعق. اعتقد انه طفل فرط الحركه مش هيبقى بيفرق معاه اي حاجه من دي، صح؟ ما هو كمان طفل فرط الحركه بيصاحبه بيبقى فيه اعراض تانية مصاحبه لده، يعني بيبقى الاضطراب بيبقى اثر على حاجات تانية زي النمو اللغوي عنده، ممكن تلاقيه عنده تاخر في النطق، وممكن تلاقيه مهاراته اقل شويه لانه انتباهه وتركيزه اقل، هو ما عندوش وقت يحصل، ما عندوش وقت يبقى سبونج او يمتص من البيئه، هو ملبوخ او متشتت بكل الحاجات الكتير اللي بيفكر فيها وبيعملها. طيب. فاهمه؟ تمام. طب هل يا دكتور فعلا بيفرق انه لما طفل يمشي بدري قوي ده بتكون من العلامات المبكره انه الام تاخد بالها انه الطفل ده ممكن يعاني انه يمشي بدري ويتاخر في الكلام؟ لا مش شرط، لان مش ممكن شرط. يكون بيتاخر في الكلام لاي سبب تاني، وممكن يكون بيمشي بدري لان هو ده نموه الطبيعي. تمام. لكن الاعراض الاي دي اتش دي او فرط الحركه وتشتت الانتباه هي اعراض ثابته ومعروفه وليها مقاييس نفسيه بنقوم بيها كاخصائيين نفسيين ونختبر ده ونتاكد منه بعد الملاحظه ان الطفل ده فعلا اي دي اتش دي ولا شقاوه عاديه. تمام. طيب انا عايزه اعرف من حضرتك ازاي الام والاب يتعاملوا مع طفل الاي دي اتش دي، لانه في الغالب زي ما قلت لحضرتك هو كل هيبتدي يقول للام والاب يلوم عليهم انه الطفل ده متدلع، انتوا دلعتوه، انتوا هتبوظوه، الكلام كله اي ام بتسمعه بيبقى دايما بيخلي الام يبقى في جواها كده دافع ان انا لازم ابتدي اعاقبه او اتعامل معاه بشكل فيه اسوا شويه. طيب انا عندي تعاطف فظيع جدا مع ام الطفل ده. تمام. جدا. انا عايزه حضرتك تقولي يعني تعرفي اي ام بتواجه مشكله زي دي ازاي تقدر تتعامل مع الطفل. ام الطفل الاي دي اتش دي هي ام بتتعرض لتنمر فظيع جدا في المجتمع، في العيله، في الاسره، بتعاني اكتر من ابنها لان ابنها طفل المفروض ان هو عرفيا او في المجتمع طفل نورمال، فبننتظر من الطفل النورمال تصرفات نورمال، صح؟ لكن هو في العادي هو لا، هو عنده مشكله وعنده مشكله خارجه عن ارادته وعنده مشكله عضويه وتحتاج علاج دوائي وتحتاج علاج سلوكي، وهي غصب عنها هي بتبقى مجهده جدا لانها تحت ضغوط نفسيه فظيعه، تحت ضغوط نفسيه انها شايفه ابنها عنده مشكله، تحت ضغوط نفسيه ان ممكن الزوج يكون مش قادر يعترف او مش راضي يعترف ان ابنه عنده مشكله، لا انا ابني زي الفل. عندها مشكله ان ابنها في المدرسه بيعاني من ان هو منبوذ في المدرسة، بيتعامل كأنه طفل شقي أو الطفل المشاكس أو الطفل المؤذي، فده كله طبعا بيسبب لها ضغوط نفسية. لما بتبقى في التجمعات العائلية بتعاني جدا جدا لأنها ما بتقدرش تمارس حياتها بشكل طبيعي، يعني تروح في أي اجتماع عائلي ابنها بيعمل مشاكل فمحدش بيتقبله، فبتتعرض للنقد هي وابنها، انت مدلعاه، انت مش عارفه تسيطري عليه، انت فمحدش بيبقى مقدر. هي كمان تنعزل، يا تعمل حاجه من الاثنين، يا بتنعزل بابنها يا بتسقط الضغوط النفسيه دي عليه فتبدا تعنفه وتاذيه وتعصب عليه، فده بيعمل لها صراع.
بتبقى ندمانه جدا انها عملت مع الولد ده مع ابنها كده، او بيبقى بيجي بنتيجه سلبيه جدا مع الولد لان بيزود عنفه بيزود مشكلته، فده برضو بينعكس على حالتها هي وتعاملاتها مع ابنها. في كل الاحوال هي مقهوره. طيب هي ازاي تقدر تتعامل معايا يا دكتور؟ يعني هي تبتدي ممكن توفر له ايه عشان تبتدي ان هي تعالجه؟ اعتقد انه في البدايه هي لازم تلجأ لاخصائي نفسي يتعامل مع الطفل ويتكلم معاه. طيب هي بتاخد خطواتها طبعا، اول ما بتبدا تتاكد ان ابنها عنده مشكله وبالعمر اللي احنا حددناه من 3 سنين. يعني بصي، هو احنا كمتخصصين بنعرف الطفل ده من 3 سنين، بس هي كأم عشان نقدر ندي الولد فرصته ممكن يكون عنده اي مشاكل تانية، هنقول من دخول الكيجي او مثلا يعني 6 سنين مثلا او 5 سنين نبدا نقول ان الولد ده ايه لازم يتحط او يتفحص ونبدا نشوف ايه المشكله. بيتعرض على اخصائي نفسي وطبيب نفسي وعصبيه اطفال وفريق عمل متكامل من اخصائي تخاطب لو عنده تاخر في النمو اللغوي او عنده اي مشكله لها علاقه باللغه، بيتحط تحت ملاحظه من التيم كله، بنبدا نعمل له مقاييس نفسيه وبنحدد بعدها بعد الملاحظه التشخيص المناسب هل هو فعلا ADHD ولا لا. بعد ما بنعمل كده بنعمل البروجرام او الخطه العلاجيه اللي المفروض نشتغل عليها. طبعا الخطه ليها اكتر من جزء، جزء دوائي وانا يعني باكد عليه، وجزء سلوكي ونفسي، وكله مع بعض بيمشي مع بعض. تمام. طيب هي هتبتدي الام تلاحظ لما هتلاقي ان الطفل في البيت شقي زياده وكمان بره البيت؟ في كل البيئات. تمام. يعني هي تدخله نادي هيجي لها مشكله في النادي ان هو ابنك بيضرب، ابنك مندفع، ابنك عمل حادثه او كده يعني. تمام. طيب احنا معانا ام مصطفى، اتفضلي. مساء النور، اهلا بحضرتك. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي معاكي. انا عندي مصطفى ابني، هو اول حاجه عندي عنده 3 سنين. مصطفى طول الوقت رافض المعامله معانا، يعني لو بنادي عليه او والده بينادي عليه او جدته او جده اي حد ينادي عليه يا بيتجاهل خالص، يا على طول كلمه لا. اكتر جمله بتتقال هي كلمه لا او يتجاهل. معانا اي حد ارقام دكتور ولاء هتظهر على الشاشه دلوقتي عشان برضه انا التواصل. معايا. تمام. انا مع حضرتك، اتفضلي كملي. دلوقتي هو يعني وبيعمل مشاكل كتير، بيضرب ولاد عمه مثلا او ولاد عمه بيضربوه، مشاكل كتير من الموضوع ده. من كام يوم قال لي انا ما بحبكيش. ليه حبيبتي ما تحبنيش؟ قال لي عشان انت بتضربيني. مش كتيرة العقاب، مش كتيرته يعني، ممكن ممكن اضرب بس مش ضرب اللي هو المبرح اللي بيوجع اللي بيعلم، حاجة كده يعني التخويف، حاجة ليه بعيال كده. انت قلتي هو ان هو الطفل الاول عندك؟ هو الاولاني. 3 سنين. انتوا بيت عيلة؟ بيت عيلة. تمام. وعلى طول عليا اللوم، انت ما انتيش عارفة تربيه، انت على طول مدلعاه انت. طب اعمل ايه لدرجه ان انا باخده وبقعد معاه انا وهو لوحدنا؟ يا اما فعلا زي ما حضرتك قلت كده ان انا ممكن اضربه او اخده وانعزل بيه خالص، ما مش عايزه حد يتعامل معايا لا انا ولا هو، عايزين نقعد لوحدنا. طيب انت عندك المشكله دي جوه البيت بس ولا عندك المشكله دي لما بتخرجي بيه بره في اي مكان تاني؟ لا، لما بنبقى بره مثلا عند دكتور او في مكان ما بيبقاش في النظام ده. لا. طب انت شايفه ان ابنك بيتحرك حركه طبيعيه بالنسبه للاطفال في نفس سنه ولا اعلى منه؟ طبيعي. لا، ما فيش حركه مفرطه، لا عادي يعني. طب يبقى احنا عندنا مشكله سلوكيه. تمام. مش ما عندناش اضطراب فرط حركه ولا تشتت انتباه، دي مشكله سلوكيه، وانا اتوقع ان هو قائم من دي سببها الضغوط النفسيه اللي انت تحتها، لان انت مضغوطه جدا وضغوطك النفسيه دي مأثره على تعاملاتك مع الولد. انت مش قادره تقبلي النقد وهم مش قادرين يتحملوا فكره ان معاهم طفل في البيت عمره 3 سنين، من حقه انه يلعب، من حقه انه يكتشف، من حقه انه يمارس حياته كطفل عادي جدا، ومن حقنا احنا نستوعبه كطفل. انت بتاخدي الضغوط، بتاخدي الانتقاد اللي بتعرضي ليه وبتحوليه لعنف وبتسقطيه على الولد، فاوريدي هو لازم يطلع منه مش العنف على طول ده. يا دكتور ايه؟ مش على طول، انا مش على طول بتعامل بالطريقه دي. بصي، احيانا لما بحس انا فاضيه انا خلاص ما مش قادره استحمل الكلام. ما هو بيمارس شقاوته اللي هي الطبيعيه، بيمارس طفولته.
يبقى لازم نوفر له انشطه مختلفه غير البيت. يعني يا ده الولد ينزل لو احنا في ظروف طبيعيه بعيد عن الكورونا، هيبدا ينزل النادي، هيبدا يروح حضانه، هيبدا يبقى عنده انشطه بيمارسها، بيلعب رياضه، بينمي مهاراته في البيت، بيعمل بازل، بيعمل اي حاجه يفرغ فيها طاقته، غير ان هو يعمل لك ازعاج في البيت وما تبقيش متقبلينه وتوصلي لمرحله انك تضربيه. حضرتك دلوقتي زي ما حضرتك قلتي في موضوع كورونا ده، مش عارفين لا نروح ولا نيجي، ولا عارفين نتعامل مع حد ولا حد يتعامل معانا، ولا نقعد في اماكن فيها زحام. في مهارات كتير جدا، في مهارات كتير جدا وانشطه كتير جدا ممكن تعمليها في البيت وتبقى سهله عليه ان هو يضيع فيها شويه من الوقت ويستفاد منها برده ويطلع من على دماغك انت وجدته والبيت يعني. تمام. طب ممكن حضرتك تقولي زي ايه مثلا؟ في العاب كتير جدا تنميه مهارات ممكن الولد يلعبها، ممكن تساعديه بيها. المكرونه ممكن يلون المكرونه ويبدا يلضمها زي الخرز كده لو هو لسه 3 سنين، لان انا ممكن اخاف عليه من الخرز، فده بياخد منه وقت طويل وبيساعد على التركيز والانتباه. ينقل حبات الرز من مكان، من طبق لطبق، ملي وسكب الميه في كوبايات، في حاجات كتير وانشطه كتير جدا يقدر يعملها. ممكن برضو حضرتك تتواصلي مع دكتور ولاء بعد الحلقه توضح لحضرتك يعني لو حابه تعرفي اي تفاصيل زياده او الانشطه اللي ممكن يقدر يعملها جوه البيت. هو مشكله سلوكيه بحضرتك. ميرسي لحضرتك، اتفضلي يا دكتور. هي مضغوطه وعندها مشاكل في هي بتقول ان هو عنده 3 سنين وده بيحصل في العيله، يعني ده بيحصل في بيوت العيله. انا اول سؤال سالته لها انت بيت عيله، لان دايما ما بيبقاش قادرين يعني نتاقلم على فكره ان في طفل جوه بيت العيله، فالانتقاد كله بيبقى موجه للام للاسف، وهي بالطبع بتسقط ال هي دي المشكله اللي كنت بقول لحضرتك عليها، انه كله بيبتدي لوم في الام. فالام اول حاجه بتبتدي تعملها ان هي ده يطلع على الطفل مش كنوع من انواع العقاب، بس هي تفريغ. بتبقى تفريغ، وبرده هي بتكون حابه ان هو يكون طفل محبوب، عايزه تحسن من سلوكه، بس الطريقه ممكن بتكون غلط. هي حابه كمان تبقى ام شاطره ومربيه طفلها، وحابه ان ابنها يبقى جذاب مش منافس. زي ما قالت انه الكل بيبتدي يلوم انت مش عارفه تربيه. بصي، في اكتر حاجه كمان انا بتعاطف معاهم جدا لما بنبدا بقى ندخل المدرسه وندخل جروبات الواتساب بتاعه الامهات. صح. فطبعا هو الولد اكيد في المدرسه اليوم ما عداش، ففين مامه الطفل المؤذي؟ فين مامه الطفل العنيف؟ فين مامه مش عايزه الطفل ده يلعب مع ابني، مش عايزه. لا، ويبداوا بقى ينتقدوها على الجروبات بتاعه المدرسه، وتبدا تخرج بالجروبات، او تبقى عندها ازمه نفسيه ان هي مش قادره تحل المشكله، لان هم مش قادرين يقدروا ان دي حاجه خارجه عن اراده الطفل نفسه. والمدرسه طبعا مش كل المدرسين بيقدروا يستوعبوا الطفل او يتعاملوا معاه او يتعاملوا مع حالته. تمام. طيب يا دكتور، خلاص هي كده الام يعني اتاكدت انه الطفل عنده مشكله فرط حركه وتشتت انتباه. ايه اول حاجات يعني ايه الاجراءات اللي هي تقدر تعملها على طول من اول ما تتاكد؟ احنا خلاص رحنا وتاكدنا وعملنا البروجرام، الخطه العلاجيه اللي هنمشي فيها مع الولد. انا لازم حسب طبعا درجه الاضطراب، يعني من بسيط لمتوسط لشديد. انا من المدرسه اللي بتقول لازم علاج دوائي. تمام. طبعا بعد راي واستشاره الطبيب المعالج، هو اللي بيحدد، بس الطبيب قال في علاج، لان احنا عندنا ازمه مع الامهات كتير جدا ان هما بيرفضوا يدوا لاولادهم الادويه دي. ده مرض مش يعني مش قائم على السلوك بس او تعديل السلوك بس، لا، ده مرض ليه علاقه بمرض عضوي يعني. فانت محتاجه تدخل دوائي يساعد على تهدئه الاعراض شويه، يعني بدل ما تبقى الاعراض شديده تبقى يعني ايه نورمال متسيطر عليها. التركيز، الانتباه، ده بيساعد على تحسين حتى تعاملاته في المدرسه، استيعابه، العنف والعدوانيه والاندفاعيه، كل ده بيقل مع الادويه والعلاج السلوكي. واكيد ادويه بتكون يعني مشخصه للطفل، فمفيش منها قلق. اوريدي مصرح بيها منظمه الصحه العالميه للطفل، واوريدي معروفه ومتجربه وجابت نتائج. تمام. طيب تشوف دعاء، ايه الاخبار؟ انا سامعه ريحه الاكل كده ابتدت تظهر. احنا عملنا السمكه اللي احنا بنعملها في قلب ثواني هكون معاكي يا رادا لحظه واحده. السمكه اللي احنا عملناها ودخلناها الفرن، عايزه اقول للناس هي طريقتها بتتعمل ازاي. هي السمكه عباره عن انها هي سمكه مستديره، لان انواع السمك انواع، في المستدير وفي الفلات، فاحنا بنختار السمكه المستديره اللي هي واخده الشكل الدائري. زي ايه؟ عشان انا حاسه ان السؤال عندك ده شكلها ايه. هي السمكه دي ايش زي ايه؟ هقول لك اسمها ايه؟ دي سمكه، دي بوري، زي البوري اللي احنا عاملينها النهارده، دي بوري. تمام.
تمام. فهي هي بوري، هو ده السمك المستدير، زي البوري، زي الوقار ده مستدير، زي الهامور ده مستدير. فاحنا واخدين النهارده سمكة بيضة، سمك ابيض مش احمر، لا، وتكون مستديرة. ليه مختارينها انها سمكة بيضة ومستديرة؟ عشان بتكون نسبة الفات فيها الدهون عالية. نسبة الدهون عالية ده يعني ايه؟ يعني نسبة اوميجا 3 بتكون عالية. هي بتكون محبوزة في الملح. احنا بنعمل طبقة بقى الملح دي ازاي؟ طبقة الملح دي احنا بنعملها ان هي عبارة عن ملح بنفوم له بياض بيض. احنا مستخدمين 500 جرام من الملح. تمام، احنا معانا المقادير على الهواء نقدر نشوف. اتفضلي. مستخدمين 500 جرام من الملح، ومستخدمين 3 ابيض بيض، و100 مللي من المية. ده تحت الاحتياج. تمام. لو احنا احتاجناه. الفكره في ان فيها بتكون ايه بقى؟ هقول لك الفكره فيها ان هي بتكون عامله زي رمله البحر. لما اجي امسك الملح يكون عامل زي رمله البحر. ببتدي بجيب صينيه خبز وابتدي احط ورقه فويل. ليه بحط ورقه الفويل تحت؟ هقول لك ليه. علشان لما اجي اشيل فاقوم ان انا ايه، هبعد ده شويه كده عن النار عشان افكرني. عشان لما انا اجي اشيل انا بشيله وبلم كله مره واحده. تمام. ما بقاش عندي حاجه لما اجي انظف الصينيه دي ما تتعبنيش. وبتدي افرد زي مهد، بعمل زي سرير للسمكه دي تنام فيه. تمام. تمام. بحط طبق الاول من تحت، وبعدين ببتدي احط السمكه، وبعدين ابتدي اغطي تاني بالملح، وابتدي ان انا كده خلاص. وانا حشيتها من جوه السمكه بالحشو اللي انا عايزاه. انا حشيها شبت، وحشيها بشرايح ليمون وشرايح بصل، وحطيتها جوه، وملح وفلفل وكمون، وحطيتها جوه الفرن. تخش جوه الفرن بتاخد وقت قد ايه؟ حسب وزن السمكه في الطهي بتختلف. طبعا بتختلف. السمكه اللي معانا جوه دي 900 جرام اولموست، يعني نقول كيلو. دي هتاخد من 20 دقيقه ل 30 دقيقه تسويه. تمام. دي 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 كده جوه. السمكه الثانيه او الطريقه الثانيه اللي احنا خبزينها، وليه انا مختاره طريقه الخبز؟ مش عشان خاطر والله موضوع صحي ولا مش صحي، بس لان في ناس لما بيجي السمك البيت بتقول لك ايه، لا انا مش عايزه اكل سمك عشان ما ازفرش البيت، ياكله جاهز يا ماكلوش. ففي لا طرق نعمل بيها السمك من غير ما نزفر البيت. دي طريقه. الطريقه الثانيه، انا جبت حته شريحه لحم فيليه، وجبت العيش اللي احنا بقي عندنا، اللي احنا جايبين توست سن او جايبين واتيفر عيش شوفان واتيفر، وفرمته عادي خالص. وبعد ده حطيت نقطه زيت في قلب، معلقه زيت زيتون في قلب الطاسه، وعليها في قلب الطاجن، معنى صح انا خبزها جوه طاجن، في قلب الطاجن، وعليها ملح وعليها فلفل، وحطيت السمكه، وحطيت فوق منها فتات فوق منها جزء من الزيت عشان خاطر يمسك، وعليها بعد كده فتات الخبز ده. فتات الخبز ده حطيت عليه زيت زيتون، وحطيت عليه ملح، وحطيت عليه فلفل، وحطيت عليه زعتر مجفف. تمام. وهي جوه الفرن الاثنين هيخرجوا مع بعض. تمام. وفي نفس الوقت هي اكله صحيه برضو. وفي نفس الوقت هي اكله صحيه برضو، بس وطريقه تخلي ان احنا نقدر ناكلها بيها من غير ما تعمل ريحه الزفاره العاليه والمشكله اللي عند اغلب الناس ان هي ما بتحبش تجيب السمك البيت، لا ياكله جاهز يا ما تاكلوش. تمام. ميرسي يا ساتر. دكتور ولاء، عايزه اجي على حضرتك بمناسبه الاكل. اكيد في اكلات اعتقد ان هي بتهايبر الطفل او بتخلي يبقى عنده مشكله زياده، انه حتى الطفل الطبيعي اعتقد السكريات والشوكليت والحاجات دي كلها ممكن، وقوات الحفظ بشكل عام. بس برضو هي مش يعني، هي ليها سبب بس هي مش كل السبب. تمام. يعني هي بتاثر شويه بس اكيد هي مش السبب الوحيد. بس احنا ممكن نستخدم الكلام ده كمعززات. يعني ايه؟ يعني يبقى نعقد اتفاقيه معاه ان هو انت لو عملت سيطرت على تصرفاتك، ونحدد السلوك اللي احنا عايزين نسيطر عليه او يعني نظبطه، ونحدد الطلب بشكل واضح وصريح. يعني ما نجهدوش في اكتر من امر، ونقول احنا لو انت عملت كذا في الفتره كذا المكافاه بتاعتك دي. فنبدا نستخدم السكريات والشوكليت والحلويات كمعززات، ما تبقاش اوريدي متاحه طول الوقت. وكلمة معزز يعني عزيز، يعني مش كل ما يعمل حاجة تديله من المعزز ده. تمام. طيب يا دكتور، بعد لما الطفل بيدخل المدرسة والأم بتلاحظ عليه المشكلة دي واتعاملت معاه، احنا كده حلينا جزء كبير من المشكلة. أنا عايزة أعرف من حضرتك لو العكس، يعني لو أم ما لاحظتش أو ما اهتمتش، يعني لاحظت إنه الطفل ده شقي بس الكل زي ما قال لها إنه متدلع وشوية وهيبقى كويس، وتجاهلت الطفل ده تماما لحد ما بيعدي سنين، يعني 5 سنين وست سنين، وهو اوريدي هو طفل عنده مشكله فرط حركه بس ما حدش اتعامل معاها.
طيب هو احنا مش هنقول تجاهلت، لان انا ما اعتقدش ان ام تبقى عارفه ان ابنها عنده مشكله وهتتجاهل، احنا هنقول قله وعي بالظبط. يعني هي من الكلام انه يعني هي دايما الام بتاخد خبرتها من اللي حواليها، صح، والطبيعي ان اللي حواليها ممكن اللي حواليها كانت حد عنده طفل شقي أو بس او حاجه تانيه عداها. او هي فكره الاعتراف، نكران المشكله، ممكن بالزبط. يبقى هي من جواها عارفه بس عندها نكران للمشكله، فده طبعا بينعكس على الولد. طيب انا عايزه بس اتكلم في جزئيه قبل ما اتخطى دي، جزئيه المدرسه، احنا ازاي نتعامل مع الطفل ده جوه المدرسه، لان احنا خلاص قربنا المفروض ان احنا على مدارس، والكارثه والمواجهات كلها بتبقى جوه المدرسه. تمام. الطفل ده جوه الفصل او جوه الكلاس بتاعه المفروض ان هو بيبعد عن المؤثرات، بيبقى بينه وبين التيتشر بتاعه مفيش، مش بعيد قوي يعني، ما ينفعش يقعد في اخر الفصل، لازم يبقى قريب منه عشان المعلومه، عشان لازم يبقى شايف البورد او شايف الكتابه اللي موجوده قدامه عشان نقدر نستخدم حواسه ونلفت انتباهه، يبقى بعيد عن الباب، يبقى بعيد عن الشباك، بعيد عن المشتتات. طيب هو ما بيقدرش يتعلم فتره طويله وهو قاعد، نبدا نعمل ايه او انا اعمل ايه كمدرس؟ ولازم ابقى يعني قاري وعندي خبره في فكره التعامل مع طفل الاي دي اتش دي جوه الفصل، طالما انا قبلت ان انا اشتغل معاه او ادرس له. اولا الطفل ده حنون جدا، بيجي بالتشجيع جدا، يعني اول ما تقول له انت برافو، انت جود، انت كويس، انت شاطر، انت ذكي، هو بيحاول يبذل مجهود كتير قوي عشان يثبت لك ان انا كده فعلا. اول ما بتنتقديه هو بيثبت لك ان انا كده كمان، وده ما هو انا الشقي، ما هو انا المؤذي، فخلاص هو ما بيبذلش مجهود، هو بيشيك او بياكد على بيبتدي يعند وخلاص انت كلامكم هو بيصدق نفسه وبيصدقكم، لكن لما تقولي له انت كويس فخلاص هو اوريدي بيحاول هو كمان يصدق ان هو كويس. المعلم جوه الفصل ليه دور فظيع جدا، وفي استثمار الطاقه دي هتبداي تقولي له مثلا حرك الكراسات، وزع، اعمل، ابدا استخدمه جوه الفصل بحيث ان هو ما يملش، اشاركه معايا، يبقى عنده مسؤوليات، فيبقى مسؤوليات، اخليه ليدر، هو طفل ليدر اصلا بطبعه، فاول ما هبدا اخليه ليدر اديله ثقه في نفسه، يبقى عنده قبول من ناحيه اصحابه، هيفرق جدا جدا في تعاملاته. المقارنات كمان يا دكتور بتبقى صعبه قوي لما عموما للطفل ده او لغيره، احنا لاي طفل وللكبار والله فعلا، المقارنه ما بين انه بص الطفل ده احسن. هنكمل بس معانا ام معاذ، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. معاكي. اهلا بيكي. حضرتك كان عندي ابني 7 سنين في المدرسه، بس على طول بينسى، بيبقى عنده شتت انتباه في اي حاجه، يعني ممكن تقعدي تشرحي له حاجه مش منتبه لها خالص. تمام. انا مش عارفه اعمل معاه ايه. هو المشكله ان هو 7 سنين ودايما في المدرسه مش منتبه. لا خالص في المدرسه بس، يعني انت لما بتطلبي منه حاجه جوه البيت او يعمل حاجه او يشتري حاجه او اي مهمه بيبقى مركز ولا لا؟ يعني ممكن اقول له اشتري حاجه يقول ينزل ويطلع يقول لي هي ايه، بينسى. طيب يعني انت شايفه ان الانتباه عنده في كل امور حياته ولا الدراسه بس الاكاديميه؟ في الدراسه بس؟ اعتقد لا، اعتقد ان هو في كل، عشان الصوت مش سامعاه كويس، هي بتقول لحضرتك ان هي ممكن تقول له ينزل يشتري حاجه من تحت ويطلع وهو ناسي، هي يطلع يسالها كنت طالبه مني ايه، هو في الدراسه وخارج الدراسه كمان، يعني هو في الدراسه وخارج الدراسه. طيب عندك عنده مواد معينه عنده مشكله فيها ولا كل المواد؟ هو مش هو يعني مستواه شويه كويس، بس يعني المس التشكيلي دايما بتقولي ما عندوش انتباه للحاجه، يعني ممكن تقعد تشرح له وبياخد درس بيبقى مش منتبه ليها خالص. يعني حتى هو جوه الفصل. طيب استيعابه اكتر وهو لوحده او معاه 2 ولا برضه نفس المشكله 2 زي 10 زي 20؟ لا هو مستواه كويس وبيبقى فاهم كل حاجه، بس هو عنده ما بينتبهش للي قدامه، قصور في الانتباه في الدرس او في حاجه كده. ده برضه في نفس الوقت هو كان عنده نسبه انيميا 8 وعالجته منها، ممكن يكون هي اللي عامله كده موضوع النسيان ده. يعني دي ظهرت بعد موضوع الانيميا ولا هو اوريدي الطفل من اول ما دخل المدرسه او الكيجي وعنده مشكله؟ لا هو من الاول اساسا هو كان عنده تاخر في الكلام، كنت بوديه لاخصائي تخاطب. طيب واللغه دلوقتي عندنا او النمو اللغوي دلوقتي الكلام عنده مظبوط؟ هو كويس، هما اللي بيتحتح فيها شويه، في تحتها في يعني احنا عندنا تلعثم في الكلام لسه مستمر. شويه. طب الحصيله اللغويه عنده كويسه؟ يعني عنده حصيله لغويه يقدر يعبر عن نفسه ولا لا؟ بيعبر عن نفسه بيتكلم، بس لما بيجي يتكلم في الجمل بيتحتح
في بعض الجمل، طيب عنده يعني حركة، يسكت طيب شوية ويتكلم ويتكلم بقية الجملة. في حركة زيادة في معاه؟ لا لا لا، نقص انتباه بس. طيب تمام، هو طبعا عنده نقص انتباه، انا طبعا مش هقدر اشخص كده، بس هو لازم يتعرض على اخصائي نفسي يعمل له مقاييس الـ بس ADHD. هي الفكرة يا دكتور ان هي مش بس دراسة فعلا، يعني هي بتقول لحضرتك ممكن تطلب منه الطلب هو من ويرجع الواضح ان نسيه احنا تاني. عندنا اوريدي هيستوري معاه، لان هو من هو صغير عنده مشكله في تاخر النمو اللغوي، ويبقى وارد وارد، بس انا ما بقديش تشخيص اكيد طبعا بالشكل ده يعني لا على الانترنت ولا تلفزيون، بس هو وارد جدا يكون عنده نقص انتباه، وده هنتاكد منه لما يتعمل له فحوصات ويتعمل له اختبارات ومقاييس ويتحط تحت الملاحظه ونبدا نتاكد. لو عنده نقص انتباه طبعا وتشتت انتباه اكيد هيحتاج طبعا تدخل دوائي، وهيحتاج معاه مهارات، وهيحتاج معاه برنامج تعديل سلوك وتنميه مهارات، وطبعا اللجلجه محتاج ان هو يتعرض على اخصائي تخاطب يقيم المشكله ويشتغل معاه. طب يا دكتور، هو ممكن يكون طفل عنده فرط حركة بس، يعني ممكن يكون بيعاني من المشكلة دي بس جزء منها وجزء لا، يعني ممكن يكون عنده الانتباه مش موجود تقريبا او ضعيف، بس هو طفل هادي او شقي الشقاوة العادية؟ بصي، تشتت الانتباه فرط الحركه وقصور الانتباه هو فيها كذا عرض، مش عرض واحد، في عرض بيغلب على عرض. في طفل عندنا هتلاقي عنده الحركه زياده قوي مع نقص الانتباه والعدوانيه والاندفاعيه كله نفس الاتجاه، هتلاقي نقص الانتباه اعلى والحركه ما فيش، يعني ما عندوش مشكله في الحركه، مامته زي الطفل ده، تقول لك هو عنده نقص انتباه وتشتت انتباه لكن ما عندوش حركه. هتلاقي عنده مثلا او العكس، يعني مش شرط، يعني وارد يبقوا الثلاث اعراض او كل اعراض الـ ADHD، وارد يبقى عرض منهم بارز عن التاني، ممكن فرط وارد حركة بس عرض انتباهه يطفي مع كويس. الوقت، يعني وارد عرض زي اوكي، الحركه ممكن تطفي مع الوقت الحركه، لكن بيفضل عندنا نقص الانتباه والاندفاعيه. تمام. طيب يا دكتور، نرجع تاني، كنا بنتكلم على المقارنة بين الأطفال وإن الطفل يتقارن بطفل تاني، ده ممكن يأثر عليه بالسلب، مش زي ما الأمهات بتفكر إنه لما أقول للطفل بص ده أحسن يحاول يبقى زيه أو يبقى عنده دافع. يعني أعتقد إن الأمهات أكيد بيحبوا ولادهم، هم مش يعني مش بيقولوا كده عشان يضايقوهم، بس هم بيقولوا كده من دافع إن هو الطفل هيبتدي يلاحظ إنه لأ ده كويس فأنا بقى زيه، فأعتقد إن ده بيجيب نتيجة عكسية، صح؟ بصي، فكرة المقارنة في حد ذاتها حتى إحنا ككبار ده بيهدك نفسيا، فمالك الطفل اللي هو أصلا بيستمد ثقته في نفسه من منك. الأهل. يعني هو بيستمد ثقته في نفسه منك، أنت كويس هو بيصدقك، أنت شاطر أنت ذكي أنت قوي أنت بطل هو بيصدقك، أنت فاشل أنت بليد أنت ساقط أنت عدواني أنت عنيف هو بيصدقك، وبينفذ وبيأمن على كل اللي أنت بتقوليه. فأنت اللي بتحددي أنت عايزة ابنك يبقى شايف نفسه إيه. فالمقارنة طبعا بتهزمه جدا، والمقارنة جوه الفصل كمان، يعني لو احنا مثلا بنوزع درجات وانا عندي طفل اي دي اتش دي او اي طفل عنده بطء تعلم عنده اي مشكلة ايا كانت جوه الفصل، فكرة ان انا عنفه ووبخه قدام صحابه دي فكرة مهينة جدا وبتهزمه وبتكسره اكتر، ما بتفتش خالص اطلاقا، بتضر. تمام. طيب يا دكتور، لما الطفل ده بيبتدي يكبر والام ما كانش عندها الوعي الكافي ان الطفل ده عنده فرط حركة وكبر، يعني بدأ يدخل في سن البلوغ، بصي، في عندنا عرض بيقل مع البلوغ اللي هو فرط الحركه او الحركه الزياده، بالظبط بيقل مع البلوغ ومع تقدم في العمر. ووارد جدا نقص الانتباه شويه بس مش اكيد، لان نقص الانتباه ممكن يطلع معانا لغايه سننا ده، يعني واحنا كبار واحنا ماسكين اعمال واحنا موظفين عندنا مشكله في نقص الانتباه، ده بيأثر طبعا 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 على ادائنا الوظيفي وعلى حياتنا الاجتماعيه وحياتنا الزوجيه، وبيفرق جدا في تعاملاتنا، يعني بيبقى عندنا اندفاعيه، مود مش مظبوط، بنبقى عرضه اكتر للاكتئاب، للمود الغير مستقر، للقلق، فطبعا الاضطراب ده بيصاحبه مشاكل نفسيه تانية. يعني ممكن خلاص حد في سن، يعني سنه كبير في سن البلوغ، يبقى بس عنده ADHD من هو صغير مش عارف. تمام. تمام. طيب معانا مدام اميره، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. ايه نعم المشاركه؟ الصوت مش واضح، مع حضرتك اتفضلي. طيب هو الخط قطع، هنحاول نتواصل معاها تاني. طيب يا دكتور، هنرجع لموضوعنا، المراهقة بقى والطفل المراهقة بالظبط، الطفل ده هي يعني هيلاحظ ان هو، طب هو ما بقاش طفل وكبر ولاحظ ان هو عنده المشكلة دي، طب ما تيجي ناخدها ان هو اوريدي عنده المشكلة وعرفنا انه عنده المشكلة وطالعين بيه،
لان احنا تمام عندنا اولادنا دلوقتي، يعني انا عندي حالاتي اللي هم كانوا اطفال بقوا مراهقين، بالظبط. فبقينا نعاني. طب هو كان طفل الاول، ده انا دلوقتي بقى عندي مشاكل تانية، عندي مشاكل في الاندفاعية، عندي مشاكل في تناوله مشاكله مع اصحابه، في المذاكره، احنا داخلين على ثانويه عامه، احنا مش صح، عارفين، مش قادر يقعد 5 دقايق نذاكر، طب رافض الدواء، طب مش كل دي مشكلات لازم نقعد مع الولاد فيها اول ما يبداوا يدخلوا سن مراهقه او داخلين او مقبلين عليه، ونبدا نواجههم بالمشكله. انت عن... نتكلم اه معاه. طبعا، لان انت خلاص مش هتيجي تدي له حبايه وتقعديه ياخد جلسه، صح، انت لازم تتناقشي معاه، تعرفي مشكلته عواقبها ايه، واحنا هنتدخل ازاي معاك، وهنحل المشكله ازاي، واحنا مع بعض كعيله، انا وبابا وماما واخواتك معاك، انت لازم تتخطى مثلا المرحله دي، وهتتخطاها بالدواء والعلاج السلوكي والرياضه، وطبعا الرياضه مهمه جدا. وعايزه اقول ان الاطفال دول بيبقوا اكتر عرضه، وانا مش بخوف الامهات، بس الاطفال دول بيبقوا عشان ما عندهمش احساس بالخطر بيبقوا اكتر عرضه لتناول مخدرات في المستقبل. ده علشان يا دكتور نفسيتهم ولا عشان عشان هم كل حاجة، حابين يجربوا؟ عشان دي وعشان نفسيتهم وعشان يثبتوا ان هم كويسين وعشان يهربوا من مشاكلهم اللي هم بيدخلوا فيها زي الاكتئاب والقلق، وعشان كتير قوي. يعني معظم الدراسات اللي حصلت قالت ان الاطفال فرط الحركة او المراهقين فرط الحركة هم اكثر عرضة لتناول المخدرات من غيرهم. تمام، يعني الأم كل أم وأب لازم يخلوا لا، بالهم من هم مش كله البداية، مش يخافوا قد ما هم مش يخافوا بس لا تخافوا لا يحذروا. تحذروا. بالظبط. لازم ياخدوا بالهم وهم بيتعاملوا معاهم. قبل ما ندخل سن المراهقه لازم نكون بدأنا نخطو خطوات في المشكله وحلها. يعني لو انت دكتوره كتبت لك دواء، بليز ارجوكي اديله الادويه. الدواء مش بيقضي على الاضطراب تماما، لكن بيقلل اعراضه، بيخليه عنده قابليه ان هو يعمل علاقات اجتماعيه مظبوطه، فبيطلع سوي نفسيا، سوي محصل اكاديميا، متاسس كويس، فمش حاسس ان هو اقل من صحابه اكاديميا. حاجات كتير جدا هتفرق معاه لو اشتغلتي معاه من وهو صغير. دخلنا المراهقه بقى، طريقه التناول والتعامل في المراهقه بتختلف، مع برضو حرصي على الالتزام بالادويه، لان احنا كمان اللي عندهم اضطراب اي دي اتش دي كبار ليهم ادويه. وده ممكن يكمل معايا يا دكتور؟ يعني يكمل معايا يبتدي مثلا خلاص يعني بقى في العشرينات تلاتينات حسب ممكن؟ بالحل. يعني ممكن لو يكمل. يعني الدواء ولا الاضطراب؟ لا، المشاكل يعني المشاكل بصي، هم اطفال متميزين جدا لو اشتغلنا عليهم صح. تمام. هم اطفال ليدر، عندهم طاقه، مبدعين جدا. هي الفكره يا دكتور في الطاقه دي ازاي ممكن يعني انا اتمنى ان اي ام اوظفها، تستغل طاقه الطفل ده في ان هو يعني اعتقد ان ده ممكن يعمل حاجات كويسه كتيرة جدا. جدا. عايزه اقول لك ان هم زي ما هم معرضين ان هم يبقى عندهم، ان هم يبقوا معرضين ان هم تناول مخدرات، عايزه اقول اعتقد لك ان هي في دكتور حتى فئه ناجحه جدا 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 في الاعمال، بس مش المكتبيه، بالظبط، هم يعني ما حتى يقدروش يقعدوا على تناول كده. المخدرات دي هي طاقه بس هو بيوظفها عشان ما قدرش بصي يوظفها انا مش صح، عايزه اعمل عليها بيوظفها سبوت غلط. قوي، لا، بس هي وارده، لكن الوارد 90% ان الولاد عموما دولت ممكن اي سلوك يعني مش صح، اي سلوك سيء حتى لو مش ده. بس الولاد دولت اكتر من 90% منهم بيبقوا متميزين جدا 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 وهم كبار. الولاد دول عندهم طاقة، عندهم ابداع، عندهم ابتكار، بيفكروا بره الصندوق. هتلاقي منهم ناس كتير جدا ونماذج كتير جدا ناجحه، بس بيحتاجوا حد ينظم لهم المهام، يرتب لهم المهام بتاعتهم، يقسمها، ينظم وراهم، ينظم الوقت. ما عندهمش قدره على تنظيم الوقت ابدا، فمحتاجين دايما حد سبورت ليهم. غير كده هتلاقي منهم نتائج اعلى مما تتخيلي. والانشطه والرياضه ده الانشطه كله طبعا، اكيد الفنون هيساعد. والرياضه مهمه جدا عشان يخرجوا طاقتهم. هم بالفعل مبدعين. احنا زمان كان الولاد دول موجودين، مش موجودين، بس كانت المدارس فيها مساحات كبيره جدا من الانشطه، وعندنا مساحات كتير جدا للعب. القرى بالولاد بينزلوا يلعبوا في الاماكن الشعبيه، المدارس فيها يمكن انشطه دلوقتي كتير. كمان عشان الكورونا ف يعني كله فعلا عنده مشكله، شايفين شايفين، وكمان عندهم مشكله انه الاطفال يعني مش عارفه تخرج طاقتها دي فين. مش عارفه تخرج طاقتها، بس برضو في وسائل كتير جدا نقدر نحل بيها المشاكل جوه البيت لغايه ما ننزل نقدر نمارس الانشطه الرياضيه المهمه جدا للـ ADHD، ضروريه جدا. تمام. طيب شايف دعاء ايه الاخبار؟ تمام، كله كويس. انا شايفه الاكل كله خلص تقريبا. لا، لسه في الفرن. طيب ده احنا اتكلمنا عن الحلو، باقي الحلو؟ باقي الحلو. اوكي، اتفضل. الحلو بقى هو مش حلو حلو قوي، هو أوكي. سناك صحي، حاجه الناس تاخدها عشان ما تبوظش يومها لو هي عامله دايت، وكمان لو حتى يوم الفري بتاعها ما تبقاش الدنيا عكت معاها قوي. فهبتدي هتكلم عن اول واحد خالص اللي هو زبادي بالجرانولا.
تمام. اللي هو اللي هو او احنا بنروح نطلبه من اي مكان بنقول عليه يوجرت بارفيه. اوكي. اليوجرت بارفيه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن جرانولا، جرانولا دي جرانولا عاديه خالص احنا بنجيبها من الماركت او احنا بنعملها في قلب البيت وات ايفر. والزبادي، زبادي 170 جرام زبادي، عليهم عليهم 30 جرام عسل، عليهم 10 جرام واحد فانيليا. بنقلب الزبادي بالعسل بالفانيليا وبنحطه، وبعدين نبتدي نعمل طبقات زي ما انت شايفه كده. طبقه من تحت حطينا جرانولا وبعدين زبادي وبعدين جرانولا وبعدين زبادي. اي فاكهه بقى عندك في قلب البيت ممكن تحطيها، يعني انا عندي كريز انا حطيت كريز. اوكي. عندك فراوله حطي فراوله، عندك موز حطي موز، اللي عندك حطيه. ما عندكيش خالص ممكن تحطي معلقه عصير من فوق تاني. تمام. خلاص على كده. تاني حاجه بقى دي كرات شوكولاته بالبلح. تمام. هي 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 تمر. اوكي. ثواني هقول لك بالظبط هي ايه بالظبط. وفي نفس الوقت حاجه هيلثي. وفي نفس الوقت هي حاجه هيلثي جدا ومشبعه جدا جدا. دي كرات البلح بالشوكولاته، عباره عن 100 جرام من البلح، 50 جرام عين جمل، 15 جرام كاكاو خام مر، عندنا واحد رشه ملح يعني حوالي جرام او رشه ملح بسيطه قوي، 30 جرام زبده فول سوداني، 15 جرام لبن، واللي ما عندوش لبن ممكن يبدلها ب 15 جرام ميه. تمام. تمام. وفانيليا برضو جرام واحد فانيليا. كل ده بيتحط جوه جوه الكبه او جوه المطحنه. خلاص خلصنا، تطلع هتتشكل وتخش التلاجه وهيكون سناك، وهتبقى كده سناك صحي عنده. تمام. تمام. السناك الثاني اللي هو بقى الشوفان، اللي هو الشوفان وجوز الهند. ده 50 جرام شوفان حبه كامله. تمام. تمام. 40 جرام جوز هند، 40 جرام سوداني، 50 جرام بذر الكتان، 50 جرام عسل ابيض، 10 جرام بذور شيا، 50 جرام شوكولاته غامقه. دي عشان نعملها بعد ما بنحط كله في الكبه وبنطلعه من غير الشوكولاته، سوري، بعد ما نحط كله في الكبه من غير الشوكولاته برده بيبقى عامل زي العجينه كده. ببتدي ان انا بكوره واحطه في الثلاجه ربع ساعه نص ساعه، واكون سيحت الشوكولاته وانزله او يقدر ياكله هيكون سناك هنا. تمام. بس في حاجه ملاحظه عايزه عشان بس المصداقيه مع الناس، الزبادي. اوكي. الزبادي اللي انا مستخدماه ده هو زبادي يوناني. تمام. عشان بيكون هيلثي لا عشان هو هيلثي نمره واحد، نمره اتنين بروتيناته بتكون عاليه قوي، يعني نسبه البروتين فيه عاليه. ودلوقتي في شركات كاتبه من بره على الكفر نسبه البروتين كام. تمام. فاحنا نقدر نجيب النسبه اللي تتناسب مع كل شخص فينا ووزنه، لان البروتين بيشتغل. اوكي. ميرسي جدا يا تشاب، ميرسي لحضرتك، ميرسي يا دكتور ولاء جدا، ميرسي ليكوا ومتابعتكوا لينا دايما. طب لحظه، طلع بس السمكه وريها للناس. اوكي. هنستناكم ان شاء الله في حلقات جديده دايما من قعده دكاتره.